على أشرف المرسلين. معكم الشيف رئيسة في حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. طبعا انتوا كل حلقة تعودتوا ان انا اللي بطبخ. النهارده ان شاء الله عاملة حلقة مختلفة، يا رب تعجبكم وتنول على اعجابكم. النهارده معايا الشيف محمد هيبدأ يعمل لكم طبخة جديدة ان شاء الله تعجبكم. الشيخ محمد من البحيرة، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني موهبة في الطبخ. هيعمل لكم طبخه جديده. اتفضل يا شيخ محمد قدم الطبخه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنعمل النهارده كبسه سعوده بالفراخ والخضار. فهنبدا الاول نحط الزيت على النار عشان نحمر الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه، ايوه. وهنبدا نحط الزيت في الحله برده علشان هنحمر الخضار بتاعي. علي صوتك يا شيخ محمد، علي الصوت عشان يبان. تمام. الاول هنبدا نحط الفراخ في الزيت عشان تتحمر. المقادير موجوده معانا على الشاشه. المقادير يا شيخ محمد. المقادير الكبسه السعودي، نص كيلو رز بسمتي، كيلو فراخ قطع، فلفل اسمر، الفلفل الاسمر، الملح، جرفه عود مع مكعب مرق الدجاج مع السمنه هنختم بها في الاخر، توابل فراخ مع الخضار بتاعي اللي انا هنحطه في بدايه الحل. الاول عندي بصله مفرومه، هنبدا نشوح البصل الاول. طبعا النهارده معانا الشيف محمد شلتوت، بسم الله ما شاء الله، يعني موهبه في الطبخ بالرغم من صغر سنه، بس ما شاء الله عليه يعني بيمارس الطبخ من سنين، وبالرغم من كده هو بيكمل تعليمه في جامعه الازهر، وما شاء الله عليه يعني في الطبخ 10 على 10. يعني الفيديوهات بتاعته على الفيسبوك وعلى الواتس ما شاء الله زي الفل يعني. فان شاء الله الطبخه النهارده تعجبكم. ومعاكم الشيف محمد هيشرح لكم. هو حطيت احنا حطينا الاول الفراخ هتتحمر علشان تاخد لون، عشان لونها هيبقى مختلف عن الرز. هنبدا نحمر الخضار بتاعي الاول. هننزل بالبصل، نزلت بالبصل هنا بالسمنه بتاعتي عليها زيت. تمام. هنشوح البصل الاول. تمام. وبعدين نبدا ننزل بقى ببقيه الخضار بتاعي. هنا عندي كوسه، وعندي كوسه مكعبات، والجزر مكعبات، وطماطم مكعبات. تمام. بس اول ما البصله تاخد لون كده هنبدا ننزل الخضار بتاعي ونشوح الفراخ معايا علشان يبقى لونها مختلف عن الرز، هو واخده لون باين في الرز شويه. هي أكلة بسيطة يا جماعة، متوفرة في كل بيت، كاملة الدسم، منها فراخ، منها خضار، منها الرز، مغذية وكاملة ومتوفرة في كل بيت. فبإذن الله يعني هتعجبكم بإذن الله. شيف محمد، أنت قلت لي قبل الهوا إنك أنت شغال في المطبخ لك سنين، يعني عندك موهبة المطبخ ما شاء الله عليك يعني. من صغري وانا شغال مع عمي في الطباخة، اتعلمت معاه وانا في المطبخ؟ في المطبخ، شغال معاه وانا عندي 6 سنين. بالرغم كده بتدرس يعني؟ بتدرس وبتشتغل. وشغال برضه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله الفيديوهات بتاعته على الفيس وعلى الواتس الله ينور يعني. هنبدأ ننزل الجزر بعد البصل ما خدت لون كده، تاخد تشويحه مع البصل. الجزر مع البصل ياخد تشويحه الاول كده. الجزر محتاج وقت شويه علشان السوا بتاعه اتغير. طبعا الفراخ بتاعتنا بتتشوح هنا علشان لونها يبقى مختلف في الرز وتطلع في الطبق باينه. على مهلك، معاك وقت، على مهلك براحتك. طبعا هو حط البصل يتدبل وبعد كده بيحط الجزر اول حاجه، لان الجزر محتاج وقت. يعني الجزر الحاجه الوحيده اللي مهما اخذت فتره على النار ما بتستويش او ما بتدوبش في الفراخ بتاعتنا. يا جماعه نديلها صدمه الاول. تمام. بيبقى لنا مختلف عن الرز. فاحنا هنا بنشوح البصل معاه والجزر اهو. تمام. بعد كده هنبدا ننزل الكوسه، تاخد تشويحه معاهم برضه. انا حط البصل، وبعد البصل حط الجزر، وبعد الجزر الكوسه. طبعا ده الجرنش النهائي للطبق، للتجميل النهائي للطبق. دي الفينش الاخير اللي هنزود بيه الطبق. ودي عندي التوابل هنا. توابل مش هنحط توابل تاني. تمام. فلفل اسمر، بهار فراخ، جرفه عود مع مكعب مرق الدجاج مع الملح مع خلطه بريان زعفران، معاها كاري مع السمنه دي اللي هنختم بها في الاخر، بتخلي الرز ليه طعم وبتخلي تدي طعم فعلا في الرز وبتبقى جميل. يعني انت نسيت حاجه، انك تجيب توم، لو معلقه توم طعم كده ما ينفعش. لا هو التوم بقى بص، هو التوم دي بص اصل هي مش تديها طعم يعني، لا مش في الكبسه، لان في رز انت حتى بصل برده معاها، مشوح البصل ده يسد عن الثوم، البصل برده في الكبسه. هم في ناس اللي هي بتحب في ناس دي بقى على حسب الرغبه بتاعت كل واحد. والتوابل برده يا جماعه على حسب الرغبه، في ناس بتحب بدون التوابل حراقه، الرز حراق، في ناس بتقلل من التوابل، فكل حاجه بقى على حسب الرغبه كل ست بيت. واكله بسيطه ومتوفره في كل في ناس بتحب الشطه برضه. انت لو في اخر اسبوع مثلا توفر معاكي كوسايه، بصلايه، طماطمايه، ممكن تجمع منهم طبخه. والفراخ موجوده في البيت، يعني مش هتشتري. بدل ما بتشوي فراخ، بدل ما بتحمري فراخ، نبدا نشكل نعمل اكله كامله الدسم، منها رز، منها خضار، منها فراخ، واكله بسيطه ومش مكلفه. فباذن الله هتعجبكم النهارده. وبدات نحط الطماطم يا جماعه، الطماطم بدات تنزل تاخد الشوحه معاهم. شوف محمد، انت بدات تطبخ انت عندك كام سنه؟ انا بدات في الطبخه وانا عندي 6 سنين. كنت طلعت مع عمي، كنت بتعلم معاه وانا صغير، لان انا كنت حابب المجال الطبخ. بالرغم كده بتدرس طبخ مع الدراسه بتاعتي بنطلع شغل برضه، يعني شغال برضه. بالرغم ان عندك امتحانات الاسبوع اللي جاي، يعني والله عندي امتحانات وربنا استرها بقى معايا عشان تشتغل وبتدرس ما شاء الله. اخر سنه بقى، فالواحد عايز بقى يخلص عشان ربنا يكرمه كده. ربنا يكرمك ان شاء الله خير يعني. طب حضرتك طباخ واستاذ في الطبخ، عايزه اعرف اشهر طبخه انت مشهور بيها. انا يعني مثلا الكفته المشويه على طول بنشوي عندنا هناك في البيت عندنا، على الفحم. الفحم، الفراخ المشويه، الكفته المشويه، اللحمه الروز بيف بنشويها. طب اكتر اكله اصحابك بيحبوا انك تعملها؟ اكتر الاكلات يعني، في هو مش اكله يعني، صنف حلو كده صحابي بيحبوا يطلبوا مني على طول، اللي هي الكريمه بالمشوشيه. اكتر يعني اي فرح بنروحه فهم بيبقوا شرطين عليها ان نعملها، علشان بيحبوها من ايدي. الكريمه بنعملها بالمشوشيه. ده عندنا يا جماعه الفراخ زي ما انتم شايفين كده، تمام، بتتحمر، تبدا تاخد اللون بتاعها وتاخد الصدمه بتاعتها، علشان لما تنزل مع الرز تبقى لونها مختلف. قلب الكاميرا هناك، الكاميرا هناك، ركز على الاصابه. نبدا نقلب كده يا جماعه. احنا كده حطينا السمنه مع البصل مع الجزر. السمنه مع البصل مع الجزر مع الكوسه، بياخدوا التشعه بتاعتهم. والفراخ هنا قدامها اهي يا جماعه بتاخد الصدمه بتاعتها. الاكله اللي بتعملوها في البحيره. اكله الكبسه السعوديه دي متوفره في كل البيوت المصريه، بس كل البيوت بنعملوها في البحيره عندنا عامه، يعني لان هي بسيطه وسهله وكامله الدسم، ما فيهاش دهون ياما، ما بتاخدش سوا برضه، تمام، بخلاف اللحمه. بس في تكات بسيطه كده الناس بتحطها في الاكله، بتختلف عن مكان عن مكان. يعني مثلا الجرفه العود دي بتبقى يعني في الاكل بتدي ريحه وطعم، تمام، مع شويه التوابل، خلطه البهار بتاعت الفراخ بتدي طعم وريحه برده، تمام. السمنه البلدي بنختم بها في اخر، بعد ما نحط الفراخ ونحط لها الميه بتاعتها والرز وكل حاجه، بتدي طعم وريحه. شوف محمد، بص ما استاذن منك ثانيه واحده بس، الحله دي بتاعت الخضار نوجهها على الكاميرا كده عشان نشوف شكل الخضار لما قرب يستوي. معلش، ايوه الخضار لما قرب يستوي شكل الخضار. بيبدا بقى هنطلع الفراخ نحطها على الخضار، هتاخد الصدمه بتاعتها برضو بالتوابل بتاعتها، بس الفراخ بس بتحمر اهو، تمام. فحاجه كده مثلا نحمره ساعات، تمام، نبدا نصفيها كده من الزيت بتاعها، تمام، السمنه صفي، ونحط هنا تاخد تشويحه برضو مع الخضار بتاعتها عشان يبقى انت بتحط كده الفراخ مع البصل. تاخد برضو تتبيله منه وتشرب من الخضار بتاعي، عشان هنتبل كله مع بعضه. وفي الاخر هننزل بالميه، تدي غلوتين معاها، وبعدين ننزل التوابل بتاعتها في الاخر. كل ما الفراخ متحمره يا جماعه، كل ما بتدي لون في الرز، شكلها بيطلع حلو في الطبق، بتتاكل بتبقى جميله. كاميرا قصادك، كاميرا اللي قصادك، اهي. طبعا كده هو يعتبر الخضار دبل خلاص. الخضار اتبل كده، نبدا ناخد الفراخ اللي انا حطيتها صدمه، تمام، بننزلها مع الخضار بتاعي برده، علشان كله هيتبل مع بعضه، يبقى يشرب التتبيله بتاعت الخضار وياخد طعم التوابل اللي انا حطيتها دلوقتي. توابل خفيفه يا جماعه، التوابل دي على حسب الرغبه. الفراخ لما تاخد صدمه في الاول في الزيت، تاخد صدمه بتدي طعم تمام، ولونها في الرز وبهاها كويسه يعني. وجهها على الكاميرا شكل الفراخ، الكاميرا هنا فوق. ايوه دي لما ما شاء الله يعني حاساها استوت الفراخ مش محتاجه سوى تاني. طبعا هنبدا نقلب هنا يا جماعه. تمام. انت بسم الله ما شاء الله عليك استاذ في المطبخ، مين علمك الطبخ؟ اول حاجه علمك الطبخ مين؟ والله انا اتعلمت مع عمي، كان من صغري يعني مثلا كان باخدني معاه. عندك موهبه في المطبخ. انا حبيتها، ف يعني كل ما نحب المجال بتاع الواحد كل ما بحبه كل ما بتبدع فيه وبتخترع فيه وبتبقى حابه اكتر، لان انت من صغرك اتعلمت وحبيتها. تمام؟ اكيد. انت واضح انك انت ما شاء الله عليك يعني موهوب في الطبخ يعني. من صغري وانا شغال فيها، الفضل لربنا. الفيديوهات بتاعته على الفيس وعلى الواتس ما شاء الله يعني بيعمل حاجات تحفه ما شاء الله عليه يعني. بالرغم من كده بيدرس يعني، هو بيطبخ وبيدرس يعني ما شاء الله، مثال للشباب المكافح المجاهد يعني. ده يا جماعه الخضار معايا بالفراخ اهو. تمام. الفراخ اللي بتتحمر بنبدا ننزل بيها برضو. تمام. الفراخ دي التوابل، هنحط التوابل ولا شويه؟ هنخلص الفراخ اهوت. تمام. هنطلعها على مهل على مهل. نبدا نحطها من الزيت بالراحه علشان ما تبقاش بحالها دهون. تحفه والله الريحه، اقسم بالله ريحه ما شاء الله يعني. اللي مش هياكل هياكل، اللي مش جعان هيجوع هياكل. نبدا نصفي الفراخ بتاعتها ونشيلها كده بعد ما خدت اللون بتاعها يا جماعه. السمنه خلاص. نحرك الطاسه معانا. انا هحطها هنا الطاسه. خلاص ماشي. نبدا نقلب كده. ماشي. انت كده بتشوح الفراخ مع الخضار. تاخد بقى صدمه مع الخضار كده. شكل الفراخ مع الخضار بتاخد صدمه، بتاخد لون الخضار برضو. تمام. هنبدا نحط اول حاجه الفلفل الاسمر، معلقه فلفل اسمر، معلقه بهار فراخ، على الكزبره، على البهار، كل التوابل بتتحط جرف عود، 2 عدد جرف عود، مع 1 مرقه دجاج، مع مرقه دجاج، مع خلطه البرياني بالزعفران، معاها الكاري. برياني بالزعفران مع الكاري ده هيدي لها اللون الاصفر، صح؟ اللون الاصفر بتاعها ويدي طعم. خلطه الزعفران في الرز مع الرز البسمتي بتبقى لها طعم جميل ما شاء الله. نبدا بقى زي انتم شايفين كده يا جماعه، الريحه تحفه، الريحه ما شاء الله. خلطه الزعفران بتبقى جميل عن اي حد حابب رز بسمته او بيعمله، لازم نجيب له خلطه البرياني بزعفران، لان بتدي طعم وبتدي ريحه وبتدي لون. دي موجوده عند العطار يا محمد ولا؟ موجوده عند اي عطار. سوبر ماركت؟ لا، عند اي عطار برضه، في سوبر ماركت. تمام. هنبدا ننزل ملح بسيط. نروح على الملح. ايوه بس كده بس الاطباق اللي فاتت. ماشي. هنبدا ندوب كله مع بعضه. طبعا اخر حاجه هتحطها السمنه لما تطعم اخر حاجه السمنه هتنزل بعد ما تطعم الجرفه يا جماعه، بتتشوح مع الفراخ مع مع الخضار بتاعي، بتدي طعم وبتدي ريحه شكلها فظيع. تمام. نبدا نحط الرز بتاعي بقى. الرز بقى اخر حاجه، ياخد تشويحه مع الفراخ يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله ريحه الكاري مع بودره الزعفران مخليه طعم الاكل احنا ممكن ولا اروع. ممكن ننزل ميه على الفراخ وتاخد غلوه، بس علشان الرز ياخد تشويحه بالسمنه مع ريحه الخضار مع التوابل بتاعتي، بنبدا ندي تشويحه. تمام. الرز منقوع قبل الهواء، صح؟ منقوع قبل الهواء بساعه كده يعني، وبنغسله ونصفيه من الميه بتاعته برده علشان الريحه بتاعته. تمام. هنا في ميه سخنه في الكتل. ماشي. هنبدا بقى ننزل الميه السخنه. كتل الميه السخنه يا جماعه. احنا كده حطينا التوابل وحطينا الملح والتوابل، كل التوابل. طبعا اي طبخه ما فيش فيه قيود معينه على التوابل، التوابل دي حسب الرغبه. حسب الرغبه بتاعت كل بس. الرز البسمتي لازم خلطه الكاري اللي عاملها الشيف مع بودره الزعفران عشان يدي الرز البسمتي. بنبدا ندي تقليبه بسيطه يا جماعه كده. طب والقرفه؟ القرفه بتدي ريحه وبتدي طعم، والقرفه صحيه اصلا في الاكل يعني. ما القرفه طبعا اكيد طبعا صحيه في الاكل. لنا الفراخ هي معاها كده اكيد تمام، نديله معيار الميه بتاع الرز البسمتي بيبقى زياده شويه علشان بياخد ده سوام. نبدا بقى نحط الغطا بتاعها بس كده، تغلي تمام كده. شوف بقى الحاجات بتاعتنا ده تمام كده ماشي. نبدا نشيل ده السمنه اللي هنختم بيها الرز بعد ما يشرب كده، بعد ما ينتهي الرز نهائي هنختم بيها في الاخر. بتدي لمعان في الرز، بتدي طعم كويس، مفيده في الاكل برضه، لان منها برضه بتطعم الاكل ومنها بتلمع الطبق بتاعك لو انت هتقدميه قدام ضيف، يبقى شكله كويس جدا. اكله بسيطه وخفيفه يا جماعه، متوفره في كل بيت سريعه. طبعا احنا هنقول للمقادير تاني علشان اللي ملحقش يسمعها مثلا او يعرف المقادير بتاعته. ماشي، ممكن نحطها على طبق مثلا بس لا تتحرق الطبق، ماشي تتحرق الطبق بس كده تمام. خلاص احنا عندنا الاول جبنا طاسه، المقادير موجوده على الهواء. حمرنا الفراخ الاول في الطاسه بشويه الزيت بتوعها تمام. بدانا حطينا الحله الثانيه في الخضار، نزلت بالبصله المفرومه، بدات ننزل بعد البصله ما تتشوح ننزل الجزر الاول عشان بياخد سوا كتير تمام. بدات ننزل بعد الجزر الكوسه، تاخد تشويحه برده معاها. بدأت بعد ما نشوح الكوسة بالجزر بالبصل، بننزل نبدأ نحط الطماطم بتاعتي تاخد تشويح معاها برضو تمام. الفراخ بتتحمر في ريحي، بنشيل نصفي من الزيت، نبدأ ننزل على الخضار بتاعنا. نصفي الخضار بحالة بعد ما تاخد لون، علشان لون الفراخ بيبان في الرز بعد انت بعد ما يستوي، بتلاقي لون الفراخ مختلف عن الرز تمام. فبنحط الفراخ نشيلها من الزيت بعد ما تحمر على الخضار بتاعي، نبدأ ندي تجليبة معاه، الشوح معاه تشويحة بسيطة. ننزل بالتوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقه فلفل اسمر، معلقه بهار، 2 عود جرفه، 1 مرقه دجاج، مكعب مرقه دجاج، مع الملح بتاعي، مع خلطه الزعفران البرياني، مع الكاري، ونبدا نديهم تشويحه بسيطه. عندي كاتل الميه ببقى على النار حطاها في ريحي كده، اول ما يسخن ندي الرز التجليبه برده تمام. طب شوف محمد، ممكن نضيف مع الخلطه دي ورق اللورا؟ لا، الورق اللورا بيمرر في الاكل، ف مش كتير بس ورقه واحده بس. لو في الجرفه يعني بتغني عن الورق اللورا والكلام ده، بتبقى طعمها جميل. بصوا يا جماعه بقى، شوفوا مكعبات الجزر باين ازاي، والكوسه، كل ده هيبدا يطيب بقى بالفراخ. واللون لون الرز بسم الله ما شاء الله يعني عامل ازاي، لسه لما يستوي كمان، لسه لما يستوي بقى. خلطه الزعفران بتدي طعم وريحه وملاش حل. فاحنا نبدا بقى نسيبه على نار هاديه تمام. الرز اول ما اتشرب تمام، بنبدا نحط السمنه بتاعتي اللي هي عباره عن معلقه، مش هنكتر علشان ما يبقاش فيها نسبه دهون او نسبه دسم كتير في الرز بتاعي، علشان مثلا اللي حابب ياكل من الرز حتى لو دلوقتي الناس بتبقى تعبانه، فاحنا مش عايزين نكتر في الزيت او في الدهون. شوف محمد، طب انا عايز اسالك سؤال، انت بعد ان شاء الله بعد الدراسه ناوي تكمل في برنامج المطبخ والله انا علشان حاببها، فالواحد بيبدا يطور من نفسه. بيبدا نطور من نفسي بقى فيها، وانا علشان حابب شغلي فهنبقى فيه يعني باذن الله يعني بين الدراسه وبين الهوايه. انا الحمد لله يعني ربنا بيكرمني الله ونوفق بين شغلي وبين دراستي. انا قلت لي قبل الهوا انك انت عندك استعداد انك تروح طلبات افراح وكده. انا اصلا شغال اصلا، بنعمل افراحه وبنعمل عقايق، فبنوفق بين شغلي وبين دراستي في نفس الوقت، اللي انا يعني مثلا بعمل وقت بين الشغل بتاعي وبين دراستي، يعني بنروح دراستي عادي وفي كليتي بنكمل، فبنوفق بين الاثنين بفضل ربنا. الاول محمد معاك قصد شغل الافراح والمناسبات، اللي حابب يستعين بيه، افراح، مناسبات، اعياد ميلاد، كله يعني اي حاجه تخص المطبخ موجود، هو قصد الاعداد بتاعه. فريق كامل المطبخ بيساعده في موضوع الطبخ، فاللي حابب يعني يتواصل مع الشيف محمد شلتوت، يا ريت تجيبوا ارقام التليفونات على الشاشه، اللي حابب يتواصل مع الشيف محمد ارقام التليفونات موجوده. نبدا ندي تجلية الرز يا جماعه، كل ما ده تجلية بسيطه. طبعا الرز لازم يتشرب، لازم يتشرب. ما يتشرب بقى خلاص نبدا بقى نغطي عليه الحله، لازم يتشرب من تمام، ونبدا ننزل السمنه في الاخر. بس اول ما الرز يتشرب هو بيغلي دلوقتي كده تمام. باذن الله هيعجبكم، لانها اصلا مش مكلفه، متوفره في كل بيت. انت بدل ما تستغل الفراخ اللي انت كل مدى بتشويها، ممكن تغيري مثلا مع الفراخ، نعمل 3 اصناف في صنف واحد، منها رز بسمتي مع الخضار بتاعي مع الفراخ، مغذيه مغذيه ومفيده يعني في نفس الوقت، ما فيهاش دسم ولا اللي هي فيها دهون ولا الكلام ده. اكله بسيطه وكل موجوده في بيت كل ست، فباذن الله يعني. طب ثواني نغرف كده، ثواني ثانيه واحده نوريهم بس شكل الرز. معلش المفروض ان الطبخه هتستنى لما تستوي، فده هيكون شكل معلش عشان وقت الهواء عندنا قصير، فهيبقى ده شكل الرز. ودي كانت حلقتنا النهارده. بعد ما يستوي الرز ان شاء الله هيكون ده الشكل النهائي ليه. اللون الاصفر لون الزعفران. طبعا تشكيله الشيف بيشكلها. طبعا المفروض ان الرز كله هيتكب، بس احنا عشان وقت الهواء قصير فالميه لسه ما يعني ما شربتش الرز، ما شربش الميه، فاخدنا بس عينه من الرز نعرضها ليكم على الهواء. محمد ثواني عشان لون الرز الزعفران، بودره الزعفران والكاري مدي الرز اللون الاصفر. ما شاء الله شكله تحفه، شكله جميل. يا ريت بس نجيب شويه تاني كده يبان. انا هطلع لك انا قطعه فراخ. يا ريت يا ريت شويه رز كده. انت يا محمد شويه رز كمان. معلش هو عشان وقت الهوا عندي قصير وضيق ثانيه واحده بس، ثانيه بس. حطي يا محمد بالقرفه ايه معاك. تمام محمد. ماشي ماشي. أنا بس عايزة أعرض الرز على الهواء علشان السادة المشاهدين يشوفوا لون الرز ولون ثواني يا محمد ثواني يا محمد. هيكمل تاني. احنا كده كده يعني هيكمل سواه بعد الهواء إن شاء الله. فهو الرز لسه ما استواش، لسه المية موجودة. هتبقى دي شكل الرز وعينة الرز. باقي الرز لسه معلش أنا أسفة لضيق الوقت، وقتنا قصير وصغير. وكمان هنحط معاه الطبق عباره عن رز شايفين مع الخضار بتاعك، اللون الاصفر، اللون الكاري مع الكوسه مع الجزر مع البصل، وبعد كده بنطعمه بالسمنه البلدي. السمنه البلدي الفراخ تمام في الآخر. والفراخ زي ما انتم شايفين كده برده ايه السوا بتاعها. تمام حاجه بسيطه وموفره وما فيهاش اي حاجه. احنا باذن الله هنكمل سوا الحلقه تاني بس عشان وقت الحلقه، وان شاء الله نشوفكم على خير. وقتنا صغير وباذن الله هتعجبكم الاكله دي وجربوها ومش هتخسروا لانها مش مكلفه باذن الله. انا بقى نبدا ننزل السمنه بتاعتي في الاخر اهيت. وان شاء الله باذن الله معانا حلقه جديده الاسبوع اللي جاي، طبخه جديده ونكهه جديده ان شاء الله وحاجه جديده ان شاء الله. استنونا الاسبوع الجاي يوم السبت ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم. شكرا.